لا أنا أعتقد، هو سؤال عام، ولكن أعتقد الحمد لله كنت ملي كنقولوا العدالة والتنمية كنقولوا ضمن التحالف، ضمن الأغلبية. أنا كنظن ما تحقق في حكومة السعودية يمكن أشياء كبيرة وكبيرة جدا، بشهادة الأصدقاء والخصوم، بشهادة أنا سمعت إلى أمين عام لحزب معارض كيقول إنجازات كبيرة جدا، وكان عندنا انتقادات، وما كنظنش الناس غادي ينساو ما تحقق في الجانب الاجتماعي، في البنيه التحتيه، في الميزانيات ديال التعليم والصحه، ما انجز في البنيه يعني البنيه التحتيه، ما انجز في الصناعه، ما انجز في العالم القروي، ما انجز في واحد العدد ديال المجالات، واصلاحات نوعيه، ولكن ما تحقق ايضا في حكومه الدكتور سعد الدين العثماني. يمكن نقول لكم تفوق ما تحقق في الحكومه السابقه. الحكومه السابقه كانت وضعت ايضا الاسس ديال بعض الاصلاحات، ولكن جاءت هذه الحكومة أضافت إصلاحات وبنت على الإصلاحات السابقة، وبنت حتى على إصلاحات حكومة ما قبل مجيئنا على رأس الحكومة. لا أي هو كاين خلاف في الأشخاص طبعا السي عبد الله بن كيران ليس هو سعد الدين العثماني ولا السي سعد الدين العثماني، ولكن يمكننا نقولوا بأن ليس بالضرورة أن يتشابه الناس، ولكن اللي مطلوب هو أن الخط الإصلاحي يجب أن يكون خطا تصاعديا، راه الناس ما كيتشابهوش، سون با كلوني كيتشابهوش، ولكن الخط التصاعدي في العملية الإصلاحية مهمة، وهكذا تكون الأمة يعني اللي هي واقفة على رجليها، هي أن كل أمة كتجي الحمد لله كتعتمد على ما أنجز في السابق وما ارتكب من أخطاء تعالجه وتستمر في خط مرة أخرى في منحة تصاعدي للإصلاح. أحيانا هناك إصلاحات تحتاج إلى معارك وإلى ضجيج، وهناك إصلاحات تحتاج إلى هدوء. ليس كل الإصلاحات تحتاج، كل إصلاح له نوع من يعني من الصدى، نوع من الصدى، ولذلك ليست كل الإصلاحات تحتاج إلى صيغة واحدة من التفاهم. الذي يهم المغاربة هو لما كيمشي يلقى الخدمات الصحية ويلقاو الدعم الاجتماعي ويلقاو التعليم كيتطور ويلقاو الطرق ويلقاو الإنارة والكهرباء ويلقاو المنح في الجامعة، والأرملة تلقى دعم عند الحكومة، والمطلقة تلقى دعم عند الحكومة، والطالب اللي كان في التكوين المهني ما كانش عنده يلقى منحة، ونوصلوا نقربوا 100% في الماء وفي الكهرباء في العالم القروي، وتجي استثمارات كل سنة كتزاد الاستثمارات يعني اللي كتجي من الخارج والاستثمارات الوطنية، وكتخلق فرص ديال الشغل والأمن والاستقرار في البلاد. هذا كيهم طبعا، كيهمهم بالدرجة الثانية ما يقع داخل أي حزب سياسي، ولكن ما داخلنا نحن تجمع بشري. وملي كتقرا التجمع البشري، خذ كاع الحركات الإصلاحية عبر التاريخ كيفما كان انتماؤها المرجعي الإيديولوجي ولا المرجعية، ماشي بالضرورة تكون التي تنتمي إلى الأمة، يعني ماشي دائما على توافق، تقع خلافات، قد تقع أحيانا انشقاقات، الحمد لله لم يقع الانشقاق، قد تقع أشياء كثيرة جدا، ولكن المهم في نهاية المطاف قد يتحدث الناس على اختلاف شخص هذا مع هذا، وكيف نهاية المطاف ما هو رصيد هذه الحركة الإصلاحية، ماذا قدمت للوطني وماذا قدمت للشعب من إنجازات. لا يمكن أن أزعم بأننا قدمنا كل ما نريده وكل ما يرغبه الشعب، ولكن يمكن أن أزعم أمرين أساسيين: أننا بقينا نقيين نحن هما حنا، وهذا شيء أساسي، قلت أخطاء يعني بعض الأمور اللي مرتبطة بالأمانة المرتبطة بالنزاهة والشفافية، بقينا نقيين الحمد لله. كما أقول دائما، قد نخطئ التقدير ولكن لا نخون الأمانة. والمسألة الثانية أننا درنا جهدنا الذي نعيد به الناس، هذو جوج الحوايج نعيد بها دائما، أننا نبقاو نقيون ونبقاو حنا هما حنا، ثانيا نديروا جهدنا، وطبعا في اطار المنظومه وفي اطار التعقدات ديال المنظومه وفي اطار الاكراهات وفي اطار الحاجيات المتجدده وفي اطار، فنحاولوا نديروا جهدنا لخدمه وطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.